السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصتين كده هحكيهم بسرعة. في الوقت ده في الحلمية كان لما تظهر نتيجة الابتدائية كان عم إبراهيم اللي ساكن جنبنا بيشتغل بيوزع جرائد, يعني بيبيع جرائد, وابن محمود كان معاه. هو بتظهر نتيجة الابتدائية كنا بنعمل ايه, كان بيعمل ايه, هو كان بيجيب اللي هو الملفات او اللي فيها نتائج المنطقة كلها اللي موجودة في اللي احنا عايشين فيها, اللي هي النتيجة الناجحين والساقطين والمجموع اللي بيجيبوه. فكنا بنقعد انا وابنه محمود على ناصية الشارع بتاعنا, والاهالي بقى ييجوا كل واحد دور على اسم ابنه واسم بنته ويدور, ولو كان ناجح بيلاقي 50% 70% 80% 90% كان بيدونا على كل ايه اسم الناجحين حلاوة النجاح ما بين 5 قروش و10 قروش. ودي كان بتدخل لعم ابراهيم والمحمود دخل كويس جدا 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 في الفترة دي كلها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين, كيف تعلمت القراءة؟ كان لينا قريب اسمه الاستاذ فاروق الجريسي, وكان بيشتغل في حاجة اسمها دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية تعتبر دار عتيقة فيها مخطوطات وفيها كتب مبنية بطريقة راقية جدا, وتراثها عالي جدا في سواء كان في البناء او في ترتيب الكتب او الى اخره. حتى لما تخش الدار اللي هي كانت في منطقة اسمها باب الخلق, ودي كانت رحلة اخرى تانية, ان انا بخرج من شارع الشيخ محمد شاكر وافضل ماشي لغاية ما اوصل لباب الخلق, لغاية ما اوصل ايه لدار الكتب المصرية. كان قريبنا الاستاذ فاروق الجريسي ده كان بيعمل ايه, كان بيقعدني على كرسي وبعدين يقول لي روح يجيب لي القصص ويدالي. فتعلمت القراءة وحب القراءة والبحث في دار الكتب المصرية. لا تتخيلوا ان زيارتي لدار الكتب المصرية ما زالت مطبوعة في ذاكرتي الى الان, وهي بتجعلني قادر على اني اقرأ, وقادر على اني اعبر عن نفسي, وقادر على اني ابحث في الكتب ولو ان كانت زيارتي لها فقط وانا طفل صغير. كل هذه الاشياء سواء كان اللي هو الجهاد بتاع عم إبراهيم اللي هو بيبيع الجرائد أو زيارة دار الكتب المصرية بتشكل لي جزء كبير جدا من قيمة ثقافتي التي نشأت فيها داخل أروقة إما دار كتب أو إما شوارع الحلمية أو شوارع المغربين أو الدرب الأحمر إلى آخره إلى آخره. أشكركم جميعا على مشاهدة الفيديو, وأرجو أنكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.